نحن نعمل ونتمنى كي يساهم الجميع باش رئاسيات تكون في جو مريح، تكون في جو ملائم، وتكون عرس ديمقراطي. وقلت في العرس الديمقراطي مرحبا لكل من يساهم باش تكون الأريحية وباش يكون جو مريح خلال العرس الديمقراطي. وقلت في العرس، قلت خلال العرس كان اللي يشطح، كان اللي يغني، كان اللي يزمر، كان اللي يعني يضرب الجوق، كان اللي يضرب الجيتار، كان اللي يضرب العود، معليش. المهم قلت إذا